قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بُسِطَت البُسُط، فأتى هذا بأقط، وهذا بسمن، وهذا بتمر، حتى اجتمع الطعام فأكلوا. هذا فيه إعانة للمتزوج على وليمته، وفيه فائدة أخرى، وهي أن وليمة الزواج تصلح بدون اللحم، والدليل هنا كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه لما أصبح عروساً صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بُسِطَت البُسُط وأُتي بالأقط والسمن والتمر. لكن المتعهد عليه هو اللحم، وله دليل كما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاة. لكن وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية بغير اللحم والخبز يدل على ماذا؟ يدل على أن الإسلام جاء بتيسير أمر الزواج حتى في الولائم، خلافاً لما يفعله كثير من الناس حتى تجاوزوا بالأمر إلى حد الإسراف.